بعد ما تكلمنا على كلمة باهي بالتونسي والليبي وتصبح وخة بالمغربي، وبالجزائر يقولون لها صحة، في سوريا تتحول إلى طيب، وهذا معنى الكلمة. أوكي، طيب، جيد، طيب، لذيذ، طيب، حاضر، طيب، فهمتك، طيب، موافق، طيب، بعدين شو صار؟ طيب، أنا بورجيك، طيب، ماشي، يسلموا، طيب، أسكت، طيب، اقطع الاتصال، طيب، لا إله إلا الله يا سوريا. وأزيدك زيادة، كلمة طيب في بعض الدول العربية تعني يطبخ. وأخيرا اكتب لنا في التعليقات ما هي كلمة الجوكر في لهجتكم، والسلام.